مساكم الله بالخير، يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير جاي. مساء الخير بسام، واكيد مساء الخير مشاهدينا. الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتعليمات الوقائيه اللي اقرتها الجهات المختصه في مملكه البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا هو واجب وطني، يجب على كل فرد فينا انه هو يلتزم ويتبع هذه الارشادات للحفاظ على سلامته وسلامه الاخرين. بالتاكيد رقية، اليوم كل فرد في المجتمع عليه مسؤوليه كبيره من اجل الحد من انتشار الفيروس، كلنا عندنا اشخاص غاليين علينا ما نتمنى ابدا انه يصيدهم اي ضرر. اليوم عن طريق التزامك بالاجراءات انت تحميهم، اليوم يعني من خلال قعدتك في البيت تحمي كل شخص عزيز عليك. أكيد طبعاً بسام، ولا بد أن احنا نطبق مبدأ التباعد الاجتماعي وما نطلع من البيت إلا للضرورة، ودائماً مثل ما نكرر عليكم مشاهدينا يجب نحن نحرص على أن احنا نغسل اليدين باستمرار، بالإضافة طبعاً للبس الكمام. لابد يعني من الجميع أنه يتعاون ويتكاتف في هذه المرحلة الاستثنائية عشان نقدر نعديها بنجاح بإذن الله. بإذن الله، احنا في البحرين نفخر بإخواننا وأخواتنا المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس، نفخر ببنيتنا الصحية ونفخر بكوادرنا الوطنية اللي مهما قلنا في حقهم نبقى مقصرين في حقهم. نثق تماما بقدرتهم على تحمل المسؤولية والحفاظ على سلامة الوطن. الله يحفظ البحرين وكل من على هذه الأرض الطيبة يا رب. مشاهدينا خلكم معنا وتابعوا مواضيعنا المتنوعة اليوم، ولكن أكيد من بعد هذه الفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. ووافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بما يتخذه الحكومة أو تتخذه الحكومة من إجراءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا، حيث كانت هذه الإجراءات الحكومية المبكرة المتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء ومنع مكافحة فيروس كورونا موضع إشادة من منظمة الصحة العالمية. كما واصل مجلس الوزراء متابعة المبادرات والحلول الفعالة لتكفل الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصادرة بشأن مساكن العمال، وناقش أيضا استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد الخاصة بسكن العمال في القرار الوزاري ذو الصلة باشتراطات ومواصفات مساكن العمال، ومنح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنفيذ. وقرر المجلس تكليف اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا بدراسة المذكرة ورفع المرئيات بخصوصها إلى اللجنة التنسيقية. أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن أي ظرف استثنائي تمر به دولنا يجعل الإعلام في مقدمة الصفوف لممارسة دوره المهم في التثقيف والإخبار ونشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع،
ما يحملنا جميعا المسؤولية الوطنية والإنسانية في ممارسة الدور على الوجه الأكمل تحقيقا لأهداف هذا القطاع الحيوي. كما أكد سعادة وزير الإعلام أن الأزمات والظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية أثبتت أهمية الإعلام الرسمي ودوره الاستراتيجي في نقل المعلومة الصحيحة والموثوقة في ظل الانتشار الكبير للأخبار والمعلومات المغلوطة. خلال مشاركة سعادته في الجلسة الأولى للملتقى الإعلامي العربي تحت عنوان الإعلام في ظل المتغيرات، أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن الإعلام يحتل الصفوف الأولى في جميع الظروف الاستثنائية. ما في شك بأن الإعلام دائما تجده في الصفوف الأولى في أي ظرف استثنائي، في أي أزمة تجد الإعلام هو تحت التقييم بشكل عام. فإذا أردنا تقييم الإعلام العربي والبحرين طبعا جزء من هذا الإعلام من هذا العالم الكبير، يجب أن تضع قاعدة تنطلق منها لتقييم ما قام به الإعلام في هذا الظرف. فإذا ما قورنا بالإعلام الخاص أو بالسوشيال ميديا أو حتى بالإعلام الغربي، الحقيقة الإعلام اليوم في ظل هذا الظرف الاستثنائي ليس كالإعلام في السابق. في السابق كان الإعلام يغرد وحيدا كإعلام رسمي، اليوم أصبحت كل مؤسسات الدولة وكل أجهزة الدولة تملك أجهزة صغيرة من الإعلام قادرة على التواصل مع الشارع، قادر على التواصل مع الصحافة، ويقوم الإعلام الرسمي بتنظيم هذه العملية. أعتقد وزارة الصحة في البحرين كانت على قدر كبير من المسؤولية عبر التعاون مع الإعلام الرسمي وإظهار كثير من قصص النجاح اللي احنا كنا من خلال هذه القصص نرسل الكثير من رسائل التطمين. المعادلة الصعبة كانت هل نحن في مرحلة تهوين أو تهويل؟ فأنت يجب أن تتعامل مع هذا الموضوع بكثير من الحذر. فلله الحمد كانت الشفافية أعتقد هي الخط الأساسي اللي من خلاله قدر الإعلام أن يقدم رسالة فيها شيء من الاعتدال. الإعلام الغربي كان متهاون في البداية، ومن ثم بدأ يطلق رسائل عبر استعدوا لتوديع أحبابكم. فالبداية كانت ما في شك بأنها خلقت شيء من عدم الوضوح. فإحنا لله الحمد كنا نراهن على المعلومة الصحيحة. متى ما أطلعت الشارع بغض النظر حتى وإن كانت هذه المعلومة يعني سيئة، على سبيل المثال ذكر عدد من الوفيات، عدد الإصابات، يجب أن تكون شفاف حتى تكسب ثقة الشارع. ولله الحمد في تقييمي أنا البسيط بأن اليوم الإعلام العربي يعني عزز من هذه الثقة بأن هناك معلومة يجب أن تصل إلى الشارع، ويجب على الشارع أن يتقبل هذه المعلومة بقدر كبير من الوعي. وفيما يتعلق بسرعة انتشار الأخبار، شدد سعادة وزير الإعلام على ضرورة التفاعل مع كل ما ينشر بصورة شفافة وسريعة. طبيعة الأخبار السيئة تنتشر بشكل كبير، يعني إحدى القنوات العالمية بثت فيديو لخبر سيء، عدد مشاهدين هذا الخبر كان أكثر من 10 ملايين خلال فترة جدا قصيرة. هل الخبر هذا صحيح أو لا؟ ما كان في هناك من ينفي، ما كان هناك يعني أي جهة تنفي هذا الخبر أو تأكد هذا الخبر. نحن نتحدث في نطاقنا المحلي، ما في شك بأن أنت تتابع جميع أخبار العالم، ولكن الخبر المحلي هو المهم اليوم. إذا كان هناك خبر غير صحيح يجب أن يتم نفيه بشكل سريع. الحقيقة هذا مقامات به جميع الجهات، الأخوة في وزارة الداخلية كانوا على يعني قدر كبير من المسؤولية في نفي أي خبر غير صحيح. وزارة الصحة كذلك، وزارة التجارة كذلك كانت جدا متعاونة، جميع الأجهزة اللي تتعلق أو يعني كانت في الصفوف الأولى
في هذه الأزمة كانت جدا سريعة في الرد. التردد في 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 عدم الرد أحيانا يعطي المشكلة أكبر من حجمها. فلذلك أنا كنت دائما أؤكد بأن الشفافية والسرعة تحميك، هي مثل ساحة المعركة، من يتواجد في البداية يحقق الكثير من الانتصارات. وأكد سعادة الوزير أن العديد من المواقف أثبتت أن الإعلام الغربي لا يعد نموذجا يحتذى به. إذا تحدثنا في مجال الإعلام يجب أن لا نعمل هذه المقارنة، لأن في الإعلام الغربي كثير من الأجندات الشخصية، الأجندات الأمنية، اليوم شركات الدواء على الخط، كثير من الجهات اللي تحاول أنها تحقق مكاسب. فالوسيلة الأولى في تحقيق هذه المكاسب هو الإعلام. فالإعلام الغربي أنا بوجهة نظري الشخصية ليس هو بالمثال أو القدوة اللي إحنا يجب أن نراها. لكل بلد خصوصيته، لكل ثقافة يعني لمجتمع ما له إعلامه الخاص فيه. فأعتقد أن الإعلام العربي كان يعني حتى هذه اللحظة أنا أشوفه إيجاري لهذا الظرف الاستثنائي وبشكل جيد. وتطرق سعادة الوزير إلى الحرية في مجال الصحافة والإعلام. أما موضوع الحرية، أنا أعتقد أن هذا الموضوع فيه الكثير من المبالغة بأن اليوم الدول ترغب في تقييد الحرية. لا، الدول ترغب في تنظيم العمل، حفظ حقوق الدولة، حقوق المواطن، عدم الاعتداء على الدول الشقيقة أو يعني التطاول عليها. كثير من المواد ما تمثل مجتمعاتنا، المجتمع يرفضها. لذلك ترى حتى الـ يعني الكثير من الإعلاميين اليوم هم من ينادي بيجب ضبط هذه العملية. هذا واستمرت جلسات الملتقى الإعلامي الذي تقيمه دولة الكويت الشقيقة على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من المتحدثين الإعلاميين عبر تقنية الاتصال المرئي. حياكم الله من جديد. في ظل اهتمام الواسع بجائحة كورونا من قبل المختصين والباحثين والمؤرخين كذلك، باتت هناك مسؤولية كبيرة على الدولة وعلى الجهات المختصة في توفير المعلومات والمصادر الموثوقة، خصوصا التاريخية منها. عندنا في مملكة البحرين يا بسام مركز البحرين للوثائق التاريخية اللي أنشئ في عام 1978، وهو يعد من أقدم المراكز التوثيقية والتاريخية في المنطقة، ويعكس مدى اهتمام حكام البحرين منذ القدم بالوثائق والتوثيق المستمر لمنجزات البحرين الحضارية والإنسانية، وخصوصا في المجال الصحي. بالتأكيد رقية، ومركز عيسى الثقافي أيضا يلعب دور مهم وحيوي في هالمجال. اليوم كان عندهم حدث مهم جدا، وهو تسليم وثائق تاريخية وسجلات ومخطوطات من قبل مستشفى الإرسالية الأمريكية إلى المركز، وهذه الوثائق مهمة جدا وبعضها يعود يعني تاريخها إلى أكثر من 100 عام. رح نتكلم أكيد يعني بالتفصيل عن هذه وأهمية هذه السجلات والمعلومات التاريخية الموجودة فيها مع ضيفنا العزيز في الاستديو سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافية. أهلا وسهلا فيك شيخ معانا. أهلا بكم، سعيدين جدا بوجودك ويانا اليوم. مساكم الله بالخير، مساء الجميع بالخير والسعادة. الله يسلمك شيخ. يعني احنا يعني سعيدين طبعا بحضورك، ويعني ننتظر هذه الفرصة خصوصا في هذه الفترة، فترة الجائحة. شفنا نشاط المركز يعني في ازدياد ومستمر ودون توقف ودون انقطاع، لاحظنا يعني اصدارات مهمة تم اصدارها خلال هذه الفترة، فهذا يدل على ان يعني جهودكم مستمرة وفي اهتمام كبير في التاريخ وفي يعني الاصدار المستمر لتاريخ البحرين. اليوم ايضا كان هذا الحدث المهم هو تسلم هذه الوثائق من مستشفى الإرسالية الأمريكية، لكن قبل التطرق إلى الوثائق نفسها نبي نعرف إلى أي درجة إحنا اليوم في البحرين نهتم بالتوثيق والتأريخ، ويعني وما أهميته بالنسبة حق الدولة. في الواقع طبعا أود أولا أن أتقدم جزيل الشكر إلى القائمين على مستشفى الإرسالية الأمريكية
لتقديم هذه الوثائق الهامة جدا بالنسبة لتاريخ البحرين، فهي جزء لا يتجزء من تاريخ البحرين. ثانيا الإجابة على السؤال، في الحقيقة مركز الوثائق التاريخية طبعا أنشئ بتوجيه من جلالة الملك عندما كان ولي العهد آنذاك، ومثل ما ذكرت أنه أقدم المراكز التاريخية ويحتفظ بوثائق هامة جدا. الآن احنا غطينا في الحقيقة معظم الوثائق التي تخص البحرين، سواء كانت يعني الإنجليزية أو البرتغالية، التركية، التركية العثمانية طبعا، والعربية كذلك. طبعا لدينا أيضا أرشيف التاريخ الشفاهي، هي القصص والروايات التي تذكر من طبعا من رجال معروفين في البحرين، وعاصروا بعض الأحداث أو سمعوا هذه القصص وهذه الروايات الهامة، أيضا ندون تلك الروايات. فلذلك أعتقد بأن من أهم المراكز الآن في المنطقة، خاصة بالنسبة لنا في البحرين، في الحقيقة نتميز بإنشاء الدولة الحديثة لأكثر من 100 سنة. هذا العام الماضي، يعني إحنا نحتفل بمرور 100 سنة على إنشاء المؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة، سواء كان نتكلم عن الصحة، نتكلم عن التعليم، عن كذا مجال، الشرطة، البلديات إلى آخره. فلذلك عندنا وثائق في يعني لأكثر من 100 سنة، وثائق محلية. معظم المنطقة في الحقيقة عندما يكتبوا تاريخهم يكتبوا طبعا اعتمادا على الوثائق الأجنبية، خاصة الإنجليزية أو العثمانية وغير ذلك. يعني احنا في البحرين لدينا كم كبير جدا من الوثائق المحلية، لأن في الحقيقة يعني لأكثر من 100 سنة كان هناك تأسيس لمؤسسات المجتمع، وهذا التأسيس ارتباط وثيق بإنشاء وإصدار قوانين وأنظمة ومعلومات وغيرها، مراسلات هامة جدا. فلذلك تاريخنا في الحقيقة المعاصر سهل كتابته، لأن الكم اللي فيه في الحقيقة يغطي كل الجوانب. نعم، يعني شيخنا لما نتكلم اليوم عن التوثيق وعن التاريخ وخاصة تاريخ البحرين، نجد أنه تاريخ عميق جدا ومتأصل وفيه الكثير من الأحداث، فإذا احنا محتاجين إلى عملية توثيق لهذا التاريخ العريق. لكن اليوم يعني في اللي يقول أن عملية استمرارية التوثيق معناته هي عملية استمرار لعمل الإنسان نفسه وبيان الماضي عشان نقدر نستخدمه فعلا يعني حتى مع المستقبل، بكل ما حدثت من أحداث وكل ما حدثت من أمور احنا اليوم حاجة إن إحنا نطلعها يمكن خاصة في مثل هذه الأوضاع. لكن متى يستوجب علينا أن إحنا نقوم بعملية التوثيق والتاريخ، وشنو هي أهمية مساهمات الأفراد والباحثين في هذا المجال؟ في الحقيقة كلامك صحيح، يعني إحنا اليوم دليل قاطع على أننا مستمرين في جمع الوثائق، ويوم بعد يوم نكتشف جهات ووثائق جديدة ولم نتوقف ولن نتوقف. فلذلك اليوم عندما طبعا نضيف الوثائق الإرسالية الأمريكية أو وثائق المستشفى الإرسالية الأمريكية إلى الوثائق في مركز الوثائق التاريخية، معناته أن في الحقيقة احنا مستمرين في جمع الوثائق وتوفيرها للمؤرخين والباحثين. في الواقع يعني عندما نتحدث عن المؤسسات في البحرين، هذه واحدة من المؤسسات التي في الحقيقة مرتبطة بوضع قائم آنذاك، وهو أن هناك روح من التسامح والانفتاح على العالم الخارجي تمتع بها صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي في ذلك الوقت. في عام 1892 أصدر ترخيص للإرسالية الأمريكية لإنشاء طبعا هذا المستشفى أولا. هذا الجانب في الحقيقة يدل مثل ما ذكرت على الانفتاح على العالم الخارجي، يدل على التسامح مع الأديان الأخرى والأحراق الأخرى، كذلك يدل على اهتمام الحاكم آنذاك ووعيه بأهمية الصحة وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وإن لم تكن من محلية ذلك الوقت. فأتت هذه ويجب أن لا ننسى في شيء مهم جدا هنا، يعني
نحن نتحدث عن إرسالية أمريكية، اليوم نتكلم عن أمريكا يختلف الوضع. ذلك الوقت في عام 1892 أمريكا لم تكن معروفة في المنطقة، لم تكن قوة، لم تكن قوة عظمى، لم يكن هناك نفط في المنطقة، ما كان في بترول عشان تقول والله أمريكا ولا الدول الأوروبية أبدا. لم يكن هناك أي، فهذا يعني التوجه من والانفتاح من صاحب العظمة المغفور له الشيخ عيسى بن علي دليل واضح على أن هذا أتت من روح داخلية، من 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 من, من تركيبة، من وهو في الحقيقة ما طبعا وضع أساس لكل الحكام الذين أتوا فيما بعده، حمد بن عيسى، سلمان بن حمد، عيسى بن سلمان، وطبعا إلى عهد جات الملك العهد الزاهر يعني. فلذلك أعتقد بأن هذه في الحقيقة تدرج في الانفتاح على العالم الخارجي تعلم، يعني لا يمكن لأي حاكم أن يصل لهذه الدرجة من الانفتاح ولا دون أن يتعرف على العالم الخارجي واحتكاكه بالعالم الخارجي. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإرسالية الأمريكية تاريخها مرتبط بتاريخ البحرين الحديث، وإن لم تكن في الحقيقة جزء من يعني مؤسسات حكومية، لكنها من مؤسسات الخاصة، ولكن لها صفة يعني ولها خاصية بالنسبة للبحرين، وخاصة بارتباطها بالتسامح وبالانفتاح. وإذا أتينا إلى ذلك التاريخ في الحقيقة سنجد أنه مستمر إلى يومنا هذا يعني. نعم، وإحنا طالما قلنا مملكة البحرين دائما معرفت على أنها بلد السلام، بلد الأمان، بلد التعايش مع الأديان، وهذه الحمد لله يعني إحنا دائما نعمة نفخر فيها كنا في البحرين. أيضا بلد يعني المؤسسات والقانون صحيح والبروتوكولات. نعم. يعني إحنا لاحظنا يعني من خلال يعني إصداراتكم الشيخ أن إحنا والله تاريخنا الحديث يعني المؤسسي يزخر بالعديد من الإنجازات. اليوم حتى لما نشوف تعاملنا في خلال هذه الجائحة يعني قمتوا مبادرة أيضا جميلة وندوة كانت رائعة تتكلم عن تاريخ مملكة البحرين في مكافحة الأوبئة، وشفنا إيش كثر يعني إحنا يعني فعلا اليوم اللي قاعد يصير من تعامل يعني في هذه الأزمة وإدارة صحيحة لهذه الأزمة هو امتداد لهذا النظام يعني وهذا التاريخ. نعم. نعم. نعم إحنا الله يسلمك الشيخ مستمرين معاك بالتأكيد، لكن عندنا هذا التقرير اللي بيسلط الضوء أكثر على حفل اللي قمتوا اليوم. طبعا زميلنا يحيى العمري حضر حفل تسليم السجلات والوثائق في مركز عيسى الثقافي، وعدنا التقرير التالي، نتابع ونرجع نستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم. شكرا. إرث البحرين الحضاري تاريخ عريق ضارب في عمق الحضارة الإنسانية، كان ولا زال محط اهتمام ورعاية منذ أن أنشئ مركز البحرين للوثائق التاريخية عام 1978، وقد جاء تسليم هذه الوثائق والسجلات الخاصة بمستشفى الإرسالية الأمريكية لمركز الوثائق التاريخية ليؤكد على دور المركز المحوري في حفظ ودراسة وتوثيق تاريخ وتراث البحرين والخليج العربي، ليكون قبلة للمؤرخين والباحثين والمختصين بالتأريخ والتدوين والتوثيق. نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإرسالية الأمريكية والقائمين عليها طبعا لتسليم هذه الوثائق الهامة من سجلات ومخطوطات تعود إلى أكثر من 100 سنة من تاريخ البحرين وتاريخ هذه الإرسالية في البحرين. هذا المستشفى بلا شك كان جزء لا يتجزأ من تاريخ المنطقة، وساهم أيضا في الوعي الصحي، وخاصة مرة بفترات تاريخية فيها أوبئة أو فيها الكثير من طبعا الكثير من الأمراض التي تعرض لها المجتمع البحريني آنذاك يعني. نود طبعا أن نؤكد أن هذه السجلات والوثائق لها ارتباط كبير بتاريخ المنطقة وتاريخ البحرين. كانت هذه الوثائق أيضا تدل على أن هناك الكثير من تعالجوا في البحرين من المنطقة من الدول المحيطة بنا،
الدراسات العربية وغيرها. وكذلك أيضا من أهمية كتابة تاريخ المنطقة، خاصة عندما نأتي إلى عام 1937 استقبل هذا المستشفى العديد من الجرحى من معركة الزبالة في عام 1937، وهؤلاء الجرحى في الحقيقة الذين تم علاجهم في المستشفى يؤكدون أو تؤكد هذه السجلات وجودهم وعلاقتهم طبعا بتلك أو تأثرهم من تلك المعركة وذلك الغزو. فلهذا أعتقد بأن هذه الوثائق في الحقيقة مهمة جدا وتحكي تاريخ البحرين. هدية ثمينة تشكل إضافة نوعية لمقتنيات المركز وتأثيثا نوعيا لرفوفه التي تزخر بالمخطوطات والمعلومات والسجلات التاريخية المهمة التي تحكي تاريخ البحرين والمنطقة، وتشكل هذه الهدية مصادر تاريخية مهمة لتوثيق ودراسة مسيرة الرعاية الطبية والصحية في مملكة البحرين، والتي مكانها الصحيح هو مركز الوثائق التاريخية الذي يعتبر الجهة الرسمية والمرجعية المعنية بحفظ ودراسة وتوثيق التاريخ الوطني. إنه أمر مهم بالنسبة لمركز عيسى الثقافي ومستشفى الإرسالية الأمريكية. كما تعلم فإن مستشفى الإرسالية الأمريكية أسس في عام 1900، وفي عام 1902 كان قد بني المستشفى، ومنذ ذلك الوقت نملك السجلات التاريخية لجميع المواليد في المستشفى وجميع سجلات المرضى الذين تلقوا علاجهم في المستشفى. والآن خصوصا ونحن في هذه الجائحة بإمكاننا الرجوع إلى سجلات عامي 1918 و1919، والتي تظهر أعداد الأشخاص الذين حضروا إلى المستشفى وهم مصابين بالحمى الإسبانية. هذا اليوم الذي نحتفل فيه بجميع السجلات التي قدمناها إلى مركز عيسى الثقافي، وهو المكان الذي يجب أن تكون فيه هذه السجلات إلى الأبد لمساعدة الشعب البحريني. الرئيس التنفيذي للمستشفى أعرب كذلك عن إعجابه بالاهتمام الذي يوليه مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي لتوثيق مسيرة ومنجزات مملكة البحرين الحضارية، وخصوصاً القطاع الصحي الحديث الذي يتمتع بريادته التاريخية وأسبقيته الإقليمية، وهو بالتأكيد يدلل على وضوح الرؤى والمنهجيات التطويرية التي رسمها حكام البحرين المتعاقبين وصولاً إلى العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. على صفحات هذه السجلات والمخطوطات والتي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 10 عقود، دونت العديد من الأحداث والوثائق المهمة التي مرت في تاريخ مملكة البحرين الحديث وما دونته العقود السابقة في سجل المملكة وإرثها الإنساني العميق. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. مستمرين معكم مشاهدينا ومع لقائنا الشيق مع ضيفنا العزيز في الاستوديو سعادة الدكتور خالد بن خليفة الخليفة. شيخ، يعني اليوم لما احنا نتكلم مع ان هذه الهدية القيمة من المستشفى الإرسالية الأمريكية، ولما نتكلم عن وثائق تعود لأكثر من 100 سنة، أهمية تسليم مثل هذه الوثائق أو أهمية يعني قيمة كبيرة مثل هذه الوثائق بما تحويها من معلومات وتاريخ، شنو أهميتها؟ في الواقع يعني هذه المؤسسة المستشفى الإرسالية الأمريكية إذا احتفظ بهذه الوثائق عنده فقط فسوف تكون جامدة ميتة ما لها قيمة. نتكلمين عن القيمة هنا. القيمة في الحقيقة في الوثائق إذا ما كان في باحثين ومؤرخين يستفيدون منها لا ما لها أي قيمة. الآن لما تنتقل إلى مركز عيسى الثقافي، إلى مركز وثائق تاريخية، في الحقيقة راح تفتح لي مؤرخين وباحثين وراح تصدر منها كتب ودراسات. هذه الكتب في الحقيقة راح ترجع إلى المصدر، إلى مستشفى، إلى وثائق مستشفى الإرسالية الأمريكية، الوثيقة الفلانية والوثيقة الفلانية. فأنت في الحقيقة مستشفى الإرسالية الأمريكية الآن بعد هذه الدراسات هو اللي راح يطلع برا،
هو اللي راح ينتشر الاسم وراح يتوسع، الوثائق راح تتوسع. فلذلك اعتقد بان القائمين على المستشفى ادركوا هذه الاهميه، اهميه ان نوفر هذه الوثائق للباحثين. فلذلك في الحقيقه كان هناك تفاهم على ان يكون هناك في الحقيقه نوع من هذا الانفتاح وتوفير هذه الوثائق ل وافضل. طبعا الان ليس لدى المستشفى الامريكي، احنا نسميه في البحرين الاول المستشفى الامريكي، ليس لدى المستشفى الامريكي القدره على الحفاظ على هذه الوثائق. الوثائق في الحقيقه في حاله تحتاج الى ترميم. نعم. وفي جو طبعا درجه حراره معينه، درجه رطوبه معينه الى اخره. فلذلك بعد كذا سنه، خلينا نقول أسوأ تقرير عليه 100 سنه راح تروح لهذه الوثائق. نعم. ما راح تبقى الى التاريخ الوثائق اللي فيها كلها ايضا راح يروح. بينما لما تكون في مركز وثائق التاريخيه عندنا الترميم ومجهز. عندنا اداره كامله للترميم. نعم. نرمم هذه الوثائق، نحتفظ فيها، حتى بدرجات كذا، حتى عندما نوفرها للمؤرخين والباحثين نوفرها بطرق بحيث انها تحافظ على استخدامها، يعني ما يكون استخدامها عشوائي وغير منظم، لا بالعكس. فلذلك اعتقد بان القيمة الحقيقية للوثيقة أن تكون في مركز وثائق وليس في المؤسسة. لذلك أنا أعتقد بأن هاي دعوة من طبعا للمجتمع ككل، لكل المؤسسات والأفراد اللي عندهم طبعا وثائق لذويهم، لأجدادهم، أبائهم إلى آخره. هذه الوثائق ما لها قيمة عندما تحتفظ فيها أنت أو تحتفظ في هذه المؤسسة. قيمتها راح تطلع عندما تأتي إلى الباحث ويوفرها له طبعا للباحث مركز مثل مركز الوثائق التاريخية. فلذلك اسم، يعني لنفرض جدك مثلا، اسمه في الحقيقة راح يطلع من خلال الدراسات التي راح تصدر هذه من وثائق، يعني في المصادر، كأنه أضاف للتاريخ معنا. فلذلك طلع الاسم، إنما تحتفظ فيها أنت في حتى الاحتفاظ فيها ما راح يكون بشكل صحيح. صحيح. يعني لذلك اعتقد بان هذه دعوه من عندنا لكل المؤسسات وافراد من يملكوا هذه الوثائق. الحقيقه هذه الدعوه لاحياء هذه الوثائق وجعلها في متناول الجميع. لا شك يعني دكتور، يعني راح تعمل فائده مع نشر هذه الوثائق واتاحتها للجميع. مثل ما تفضلت، هناك فائده علميه، هناك فائده ايضا من ناحيه يعني الباحثين بات باستطاعتهم انهم يعني يوصلون حق هذه المعلومات. انا خلينا نتكلم عن المعلومات نفسها اللي موجوده في هذه السجلات، الى اي مدى يعني ممكن اعتبارها هذه المعلومات يعني معلومات مهمه؟ يعني البعض قد يعني ينظر للسجلات اللي تم اليوم استلامها من المستشفى بانها مجرد يعني اسماء للزوار واسماء للمرضى، لكن ما اهميتها بالنسبه لكم هذه المعلومات وما دلالاتها ايضا؟ راح اعطيك مثل واحد فقط، وهو في عام 1937 استقبل المستشفى الامريكي اللي احنا نسميه المستشفى الامريكي ذاك الوقت طبعا جرحى الاعتداء والغزو على مدينه الزباره من قبل آل ثاني في عام 1937. هذا طبعا دليل ان وجود هذه السجلات تثبت ان هؤلاء الجرحى اتوا من المكان الفلاني الى اخره الى اخره. فلذلك اعتقد بان هذه الاهميات في الحقيقه اهميه احدى الاهميات التي ممكن ان نتطرق اليها. يعني ففي انت المعلومه تكون موجوده ويعتمد على الشخص شلون ممكن يستفيد منها. يعني انت ممكن انا اشوف معلومه ما اعتقد انه ممكن استفيد منها، ولكن انت ممكن تستفيد منها بطرق مختلفه، لان يعني المختص ايضا ينظر للامور بعين اختصاصه. يعني مثلا الطبيب ينظر اليها يعني الان المحاضره اللي عملناها ميزتها في الحقيقه هي انها اللي كتبها او القاها طبيب مؤرخ، طبيب مهتم بالتاريخ. فهذا الطبيب لما ينظر الى هاي المعلومه يحللها بتحليل علمي مختلف، طبي صحي، عارف انه ما هي الاعراض، ما هي الادويه المستخدمه، العلاجات الى اخره. فهذه يستطيع ان المؤرخ العادي ممكن ينقلها لك نقل مثل ما هي. نعم. يعني دون مهم ان مثلا تسرد ونحتفظ بالمعلومه
ولكن بدون أي تحليل، بينما المؤرخ المختص في التخصص الاقتصادي في التاريخ الاقتصادي والعلمي في تاريخ العلوم وإلى آخره، فهؤلاء في الحقيقة ينظرون المعلومة ويستفيدون منها بشكل مختلف. الآن إذا جينا إلى الوثائق الإسرائيلية الأمريكية نفس الشيء، هي في الحقيقة الأطباء اللي بيكتبون اللي مهتمين في التاريخ بينظرون لها بشيء مختلف. المؤرخ راح يأخذها ويسردها ويؤكد عليها مثلا في أمور كثيرة، ولكن في النهاية تترك في الحقيقة للمتخصص. لكن مثل المؤرخ العادي، المؤرخ اللي متخصص في التاريخ فقط العام، ممكن أن يسرد بعض الأمور المهمة ويؤكد عليها، ويؤكد على الانفتاح والاهتمام الحكومة في ذلك الوقت بالخدمات الصحية وأمور كثيرة يعني. فلذلك هي يعني هناك زاوية أنا ودي يعني أركز عليها أكثر، يعني بناء على ما تطرقت له من مثال، وهو مثال جيد الحقيقة في الحديث عن المعلومات اللي موجودة. تكلمت يعني الشيخ عن حادثة الزبارة المؤسفة، الغزو واحتلال الزبارة في عام 1937 صحيح. نعم. يعني حادثة مؤسفة، تعرض أهل الزبارة أهلنا يعني للباطش والقامع والتنكيل يعني في ذاك الوقت، وهو أمر مؤسف، والدليل هو وجود مثل هذه التقارير. إلى أي مدى ممكن الاستفادة منها يعني في إثبات حقوق شرعية، إثبات حقوق تاريخية؟ الآن يعني الآن أنت تتكلم عن في جانب مهم، وهو جانب الحادثة والإثباتها والجرحى الموجودين واللي توفوا طبعا، وسرد هذا التاريخ المهم بحقائق مثبوتة، إضافة إلى الجانب الآخر والجانب أيضا القانوني والذي يتحدث عن مدى طبعا أمور تعويض لهؤلاء الذين طبعا جرحوا وقتلوا إلى آخره في هذا الغزو على الزبارة في عام 1937. فهناك في الحقيقة يعني مراحل يجب يعني الأخذ بها للوصول إلى الحقيقة والنتيجة. نعم شيخ، أيضا يمكن من الأمور اللي كانت موجودة في هذه الوثائق وهذه السجلات الحديث يمكن عن الحمى الإسبانية اللي صارت في 1918 و1919، إلى أي مدى إحنا اليوم نقدر نستفيد من ما مر خلال تلك الأزمة مع ما نمر به الآن، خاصة من بعد ما نقول تقريبا مرور أكثر من 100 عام؟ صحيح، وفي الواقع استفادة كبيرة جدا. يعني أولا عرفنا بأن قضية الحجر ليست قضية طبعا مستوردة من الخارج بالنسبة لنا، يعني لا مو بعشان والله منظمة الصحة الدولية والعالمية، لا بالعكس احنا في ذلك العام في الحقيقة كان هناك حجر، كان هناك في الحقيقة سياسات كثيرة شبيهة بالسياسات التي فالبحرين كانت منفتحة من ذلك الوقت، يعني من 1918 كان هناك في الحقيقة أنظمة شبيهة بالأنظمة اللي قابل اليوم. يعني حتى على ذاك الوقت ما كان في طائرات، ولكن كان في سفن، وكان هناك في رقابة على السفن وعلى بعض الموانئ التي طبعا تأتي منها هذه الأمراض. هذه واحد طبعا الطاعون أيضا من الأمراض التي في الحقيقة تنتشر عن طريق السفن، عن طريق الموانئ. فلذلك مثل ما هو الآن توقفت المطارات والرحلات الجوية، ذلك الوقت في الحقيقة توقفت الرحلات السفن، وكانت تجبر السفن بأن تبقى في البحر في عرض البحر لفترة طويلة لأن يتأكدوا في فحوصات. في الحقيقة يعني لما تقرأ ذلك شبيه جدا بما طبعا الآن، معناته أن البحرين كانت منفتحة تماما على العالم الخارجي، ومثل ما ذكرت اليوم اللي سويناه في الحقيقة لم نستورده من الخارج، بالعكس يعني طبعا يحفظ الجميع سمو ولي العهد في هذه طبعا التميز اللي طبعا ظهر به الفريق البحرين، يعتبر في الحقيقة مبني على قواعد داخلية محلية في التاريخية في يعني الشيخ، يعني إذا نتكلم عن التاريخ خصوصا تاريخ المنطقة، دائما يعني الباحثين والمؤرخين في المنطقة لما يقول لك يعني أنا ببحث عن موضوع تاريخي معين، دائما يعني ينصحونهم بالتوجه للبحرين،
وإن كان يعني أبو يسوون مثلا أهل الدراما أبو يسوون مسلسل شعبي ارجع حق أهل البحرين، هم أدرى، هم يعرفون التاريخ عدل، هم يعرفون المصطلحات، هم يعرفون يعني كل ما يتعلق بتاريخ المنطقة والعادات والتقاليد وهذه الأمور. ما مدى تعاونكم ما بين يعني كمركز عيسى الثقافي ومركز الوثائق التاريخية مع الأخوة المؤرخين في المنطقة في الخليج وفي العالم كذلك أيضا؟ أولا طبعا تجمعنا الأمانة العامة لمراكز التاريخ والوثائق التاريخية. نعم. الأمانة العامة في الرياض، وهي في الحقيقة كل المراكز بلا شك أنها طبعا تنظم هذه العلاقات ما بينها. يعني من يومين فقط كانت عندنا ندوة شاركنا فيها في الشارقة في الإمارات، كذلك قبلها كان في دبي إلى آخره. ففي الحقيقة ما زلنا متواصلين، وفي كثير من الأحيان طبعا توفر هذه الوثائق. أنا يعني نكون في الحقيقة يعني واقعين أكثر، إحنا نتبادل الآراء، الباحثين المؤرخين نتبادل في الحقيقة المعلومات أولا، ثانيا الوثائق التاريخية أيضا. المراكز في الحقيقة يعني من يمكن حوالي أسبوعين أو ثلاثة طلبنا من أحد المراكز في الرياض، خلنا نقول طلبنا منهم بعض الوثائق المعيونة، صوروا لنا عدد كبير جدا من الوثائق وارسلوها بالبريد الإلكتروني. نعم. يعني في الحقيقة خلال يومين أو ثلاثة أيام صار عندك كم كبير جدا من الوثائق خلنا محتاجين لها لموضوع معين. فهذا التبادل في الحقيقة مهم جدا. فالوثائق الموجودة عندنا متاحة لكل المراكز في المنطقة، قد يكون هناك يعني خلينا نقول مؤرخ سعودي في الرياض يريد أن يستفيد من الوثائق الموجودة في البحرين عن الكورونا، أو عفوا عن الأوبئة في البحرين، المحاضرة اللي كنا نوفرها ليوم ثاني في الحقيقة عن طريق دي. فخلال يعني أوقات ساعات معينة، فهذا التبادل في الحقيقة يثري ويمنع أيضا التزييف والتزوير للوثائق. هناك دول نعرفها يعني ما يحتاج نذكرها، دول تقوم بطباعة كتب مزورة، تزوير المناطق، تزوير طبعا الوثائق قدمت للمحكمة الدولية يزوروها يعني، فما بالك الوثائق العادية. فلذلك أعتقد بأننا في الحقيقة من المهم جدا أن نتعاون فيما بيننا كمراكز، وبالتالي نمنع كل ما ممكن أن يدخل من أبواب مختلفة أو نوافذ مختلفة. المهم هنا في الحقيقة هو أننا نعتمد على الإصدارات الرسمية. اليوم في الحقيقة في دول معروفة في يوميا تصدر كتب عن البحرين وعن غير البحرين، عن دول الخليج والسعودية وغيرها. هذه في الحقيقة كلها كتب مزورة وكتب مفبركة وغير ذلك. فلذلك إذا أصدر كتاب مركز الوثائق التاريخية أو مركز عيسى الثقافي جهة رسمية، أو الأمانة العامة في الرياض أو في الإمارات أو في غير ذلك، هذه جهات رسمية يجب على المؤرخ أن يعتمد عليها، ولا يعتمد على زيف الكتب التي موجودة في هاي ممكن تسوون إصدار الشيخ يعني تاريخ ما أهمله تاريخ، أو تاريخ ما زور يعني تاريخ الحقيقة. ممكن نصدر قائمة بالكتب المزورة أو المفبركة يعني. شيخ يعني إحنا اليوم قاعدين نمر بفترة استثنائية عصيبة يمكن على العالم كله، لكن يعني يمكن مثل ما تفضلت قبل شوي قلت أن في رؤية ثاقبة، كان في إدارة حكيمة شفناها من جلالة الملك، من سمو رئيس الوزراء، من سمو العهد. كلنا اليوم يعني شعب بحريني قاعدين نتكاتف ونتلاحم جميعا عشان نحد من انتشار هذا الفيروس. السجلات هذه التاريخية، التاريخ الكبير اللي شهدته مملكة البحرين خاصة في المجال الصحي، شلون احنا ممكن اليوم هذه السجلات تساعدنا في ان احنا نقف يدا بيد مع فريقنا الوطني لمكافحة فيروس كورونا؟ يعني هو في الحقيقة مثل ما ذكرت، يعني عندما تريد ان يعني تصنع للتاريخ قيمة يجب ان يكون تحليلك في الحقيقة مبني على علم. فلذلك هذه الوثائق ليس لها أي قيمة إذا لم تكن في يد الشخص المختص. فمثل هذه المحاضرات، آخر محاضرة مثلا، قيمة والدروس التي استفادت
يعني هي التي نتعلم منها. التاريخ يجب أن نتعلم منه، إذا ما تعلمنا منه ما فائدة منه. أكيد. فلذلك لا يمكن أن نتعلم منه إلا إذا كان في تحليل صحيح ووفرت معلومة مهمة للشخص المعني. فلذلك أنا عندما نتكلم مثلاً عن لنفرض فرضاً أن نتكلم عن مثلاً الحجر، هل كان الحجر مثلاً في تلك الفترة في عام 1918-1919 هل كان مفيد؟ هل بالفعل يعني خدم ذيك المرحلة أبعد عن المجتمع خطورة هذا الوباء، أو أنه في الحقيقة لم يكن هناك استفادة؟ هنا اليوم الأشخاص المسؤولين عن, 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 عن اتخاذ مثل هذا القرار في الحقيقة يستفيدوا من هذه المعلومة. لأن وفي طبعاً أنا ما أتكلم لك، أنا لست متخصص في تاريخ الصحي، ولكن أنا متأكد اللي يقرأ هذه المعلومات يعرف مدى تأثير مدى وطريقة الحجر. يعني مبدو قد يكون في، يعني أنا أعرف طبعاً في التاريخ في البصرة مثلاً الطاعون في عام 1750-60 أفنى كل المدينة، يعني كل أكثر من نصف سكان البصرة ماتوا، والنصف الثاني في الحقيقة هاجروا، فانتهت البصرة لفترة طويلة جدا من الزمن. هذه أوبئات البحرين بعد 200 سنة ويات أوبئة أخطر منها، ولكن مدى التعامل معها اختلف عن موانئ أخرى يعني مثل البصرة وغير ذلك. فلذلك أعتقد بأن هذه المعلومة مهمة جدا للشخص المتخصص والمسؤول عن هذه الأمور. يعني نعم، يعني أنا أتصور بعد يمكن شيخك تتفق معي، مثل ما يمكن قبل 100 سنة إحنا تفوقنا ولله الحمد وقدرنا إحنا نجتاز هذه الأوبئة وهذه يمكن الأزمات، أزمة فيروس كورونا أو تحدي فيروس كورونا اليوم أيضا من التجارب التي راح تخلد، راح تتم يعني صحيح. تجربة عريقة صحيح. إحنا راح نتميز فيها وندرسها لأجيال المستقبل إن شاء الله. الدليل عفوا الدليل في الحقيقة أننا سبقنا دول كثيرة في اتخاذ القرارات. صحيح. يعني أنا أتذكر كلنا كنت أتذكر سائق اللي وصل الأطفال اللي من أول حالة فيروس كورونا، أول حالة يوم ثاني سكرت المدارس في نفس اليوم الظهر، إجراء على طول، إجراء على طول مباشرة، سكرت المدارس، بدأت تسكر المدارس المعنية اللي لها علاقة فيهم. فالإجراءات في الحقيقة قبل أن تأتينا منظمة الصحة العالمية بقواعد وبتنظيمات وغير ذلك، في الحقيقة يعني الفريق البحريني تفوق بكثير قبل كثير من الدول في الحقيقة المتقدمة. يعني بناء على يعني ما ذكرته رقي دكتور، يعني خلال هذه الفترة اللي احنا نعيشها قاعد نشوف والله وايد إنجازات وايد أمور، وأنا متأكد أن في من يعني قاعد ويوثق حاليا هذه الفترة المهمة في تاريخ مملكة البحرين، لأنها صراحة يعني إنجاز مهم يستحق التذكير ويستحق يعني التوثيق. يعني حاليا القائمين على عملية التوثيق شنو تنصحهم الشيخ؟ يعني اللي موجود عندنا في مكة المركز أو في أي مكان آخر؟ نعم في أي مكان حاليا أي. يقوم بعملية توثيق أي. والله قاعد يفكر أن يوثق التجربة البحرينية في مواجهة فيروس كورونا، شنو ممكن تقدم لنا نصائح؟ أولا أن يعتمد على المصادر الرسمية، رقم واحد، يبتعد عن كل المصادر الأخرى التي في الحقيقة بعض الأحيان تخمن، مجرد تخمينات أو غير ذلك يعني. قد ثم أن هناك في الحقيقة معلومات يعني مغلوطة وغير صحيحة بعيدة عن الصحة تماما. فالنصيحة الأولى لأي مؤرخ سواء كان يؤرخ عن هذا الوباء اليوم أو في المستقبل عن أي شيء، يعتمد اعتماد أساسي على الوثائق الرسمية، رقم واحد. رقم اثنين، يعني التحليل يجب أن يكون تحليل موضوعي ولا يتجه إلى قضايا التخمين وقضايا طبعا التحليل الذي يستنتج منه أمور بعيدة جدا عن الواقع، أن يكون واقعية. فأعتقد هذه أهم شيء ممكن أن ننصح به المؤرخ اليوم أو الباحث اليوم، بأن وهناك في الحقيقة الكثير اليوم متوفر، كل الجهات طبعا رسمية لها طبعا
إصداراتها، لها نشراتها، لها اتصالاتها، وموجودة كلها موثقة، يعني ما في أي شيء. لا يعتمد على طبعاً اليوم بعد مشكلتنا في قضية التواصل الاجتماعي، بعض المعلومات الموجودة على هذه القنوات أو هذه اللقاءات في الحقيقة متحمدة الفبركة، وبعضها فبركة بحسن نية بدون ما يقصد الشخص أنه يضر هذا المجتمع. فأنت في الحقيقة بعد ما تأتي بعد 5 أو 10 سنوات عندما تأتي تؤرخ واعتمدت على مثل هذه الفبركات ومثل هذه المعلومات الغير صحيحة، تصل استنتاجات بعيدة جدا عن الواقع. نعم. وبالتالي أنا أنصح الاعتماد 100% على يعني الوثائق الرسمية والإصدارات الرسمية فقط. نعم. يعني يمكن الحديث معك الشيخ حديث جدا ممتع، خاصة لما نتكلم عن يعني تاريخ، نتكلم عن ثقافة، نتكلم عن يمكن أمور إحنا اليوم فعلا بحاجة لتسليط الضوء عليها، لأن إحنا فعلا تاريخنا تاريخ زاخر، تاريخنا تاريخ عريق، ولكن نحتاج دائما أن إحنا نوثقه بالشكل الصحيح ونعتمد المصادر الموثوقة فيه أيضا. ونجدد يمكن الدعوة في يعني ختام لقائنا معك سعادة الدكتور، أن لكل المؤسسات ولكل الأفراد من يمتلكون هذه الوثائق والسجلات التاريخية تقديمها إلى الجهة المعنية، لأن هي الجهة الأبرز والجهة القادرة أكثر على إبراز هذا التاريخ. يعني الحفاظ عليها طبعا. الحفاظ عليها أكيد. سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا ولكل ما تفضلت فيه معنا اليوم. شكرا لكم، والله يعطيكم العافية على هذه الجهود خلال هالفترة العصيبة طبعاً تاريخنا. الله يسلمك. شكراً لك. مواصلين معاكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذه الفاصل. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين. عشان أمي. عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم، نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني، هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هنا. نسهر عشانكم. نعمل من أجلكم لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. حياكم الله مشاهدينا من جديد، مستمرين معاكم لفقراتنا لهذا اليوم. برنامج ترابط، واللي انا تشرفت وسعدت بتقديمه، يواصل استضافه الساده محافظي محافظات المملكه. هالبرنامج اطلق معهد البحرين للتنميه السياسيه بالتعاون مع وزاره الداخليه، وذلك ضمن المبادرات اللي تتبناها الخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنه بحريننا. صحيح بسام، يعني برنامج ترابط استضاف سعادة السيد علي بن الشيخ علي عبد الحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية، حيث تواجد في البث المباشر للبرنامج أكثر من 625 من الجمهور للوقوف على جهود المحافظة الشمالية في مواجهة جائحة كورونا. بالتأكيد سعادة المحافظ استعرض المشاركة الشعبية في تلبية نداء الواجب الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه،
والأمر اللي يعني شكل تلاحم شعبي خلف قيادة جلالته في مواجهة هذا الوباء. كما استعرض سعادة المحافظ تجربة المحافظة في مجال الشراكة المجتمعية ودورها في دعم التطوع والعمل التكافلي في مشروع بيوت الخير وقانون العقوبات البديلة وتجربة المحافظة الشمالية في تنظيم العمارة الغير النظامية وسياسة التغيير إلى ما بعد كورونا والدروس المستفادة والحلول المرتقبة. خلونا نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير وراجعين نكمل مزيد حول هذا الموضوع بعد الفاصل. برنامج ترابط همزة الوصل بين المحافظات والمواطنين من خلال استضافتهم عبر البث الحي، حيث يأتي ترابط بهدف نشر الثقافة والوعي الديمقراطي في مملكة البحرين ودعم مبادرات تعزيز الولاء وترسيخ قيم المواطنة. البرنامج استضاف سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية لمناقشة آخر المستجدات بشأن المحافظة واستعراض الإنجازات التي حققت خلال هذه الفترة. سعادة المحافظ استعرض استراتيجية المحافظة الشمالية وبرامجها المتنوعة اللي تحرص على الوصول إلى مختلف شرائح المواطنين ومختلف المشاريع البيئية والحضرية، كما تم استعراض قانون المحافظات واستراتيجية المحافظة الشمالية في دعم مبادرات تعزيز الولاء وترسيخ قيم المواطنة. في الحقيقة اليوم سعداء باستضافة معهد البحرين للتنمية السياسية لتسليط الضوء على استراتيجية المحافظة الشمالية، وأيضا أن احنا أيضا بهذه المناسبة يعني نرفع إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يعني بالغ العرفان والولاء والوفاء للسياسات الحكيمة التي اتخذت لمكافحة جائحة كورونا مؤخرا، وأصبحت البحرين اليوم نموذج عالمي وتجربة عالمية لهذه المكافحة. وفعلا احنا اليوم نشاهد هذا التجسيد والتلاحم بين الشعب والقيادة دليل على أن فعلا أن البحرين هو فريق وطني واحد أمام التحديات، وهو ليس بالبعيد على شعب البحرين لحبه لقيادته. وإحنا نرى أيضا قيادة هذا البلد العظيم اللي شرفنا أن تكون البحرين نموذج عالمي أنه هو يهتم بالإنسانية، ونحن فعلا اليوم نشاهد يعني ملك الإنسانية في البحرين يهتم بالمواطنين والمقيمين على حد سواء لمكافحة هذه الجائحة، وهو فعلا محل فخر والاعتزاز. كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله دائما البحرين إلى الأمام بإذن الله. وخلال اللقاء المرئي تم استعراض المدينة الصحية في عالي وتطلعات المحافظة الشمالية بأن تكون محافظة صحية، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الخطوات والنتائج اللي وصلت لها المحافظة. كما استعرض اللقاء تجربة المحافظة في مجال الشراكة المجتمعية والتطوع والعمل التكافلي والمشاريع الخيرية وسياسة التغيير إلى ما بعد كورونا والدروس المستفادة والحلول المرتقبة. اجتماعات واستضافات مستمرة إلكترونياً، والأمل موجود لتخطي هذه الجائحة من خلال عزم البحرينيين على خلق الحلول لكل المشاكل باستقرار مملكة البحرين والتلاحم الشعبي يؤكد على الثقة لمواجهة كافة التحديات. نشاط كبير وتواصل مستمر بين المحافظات في مملكة البحرين والمواطنين، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العميد خالد بن ربيع سنان الدوسري نائب محافظ المحافظة الشمالية. مساك الله بالخير سعادة العميد. يا هلا، مساك الله بالخير. بداية أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين، وأشكركم إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الجمهور الكريم عبر برنامجكم المميز.
نعم، يعني يا هلا ومرحبا فيك سعادة العميد. نعلم أن استمرار التواصل مع المواطنين نهج ثابت لدى المحافظات الأربع، كيف طورت المحافظة الشمالية آليتها في هذا المجال؟ في الحقيقة يعني لا يخفى على الجميع الجهود الكبيرة التي تقوم فيها المحافظات في المملكة، واللي من أبرزها التواصل مع الأهالي. طبعا المحافظة الشمالية حرصت على التواصل مع الأهالي من خلال مجالسها الأسبوعي وكذلك البرامج الاجتماعية اللي تقوم فيها، وذلك طبعا قبل تفشي جائحة الكورونا الكوفيد 19. طبعا بسبب الأوضاع الحالية اللي فرضتها جائحة الكورونا وكإجراء احترازي، فعلت المحافظة الشمالية التواصل المرئي وآليات العمل عن بعد من المنزل عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومن أجل تعزيز استمرار التواصل المباشر مع الأهالي أقامت المحافظة الشمالية المجلس الرمضاني المرئي الأول، وذلك حرصا من سعادة المحافظ الأخ علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية على التواصل مع الأهالي في مختلف الفعاليات الاجتماعية والأهلية في المحافظة. كذلك تبادل الزيارات المرئية لمجالس الأهالي في المحافظة الشمالية والزيارات الميدانية في الحالات التي تستدعي ذلك. نعم سعادة العميد، يعني التقت المحافظة عن بعد بالمواطنين ضمن برنامج ترابط واللي طبعا ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، بدنا ان احنا نعرف شنو اهم المرتكزات والرسائل اللي كانت تبي المحافظة ان هي توصلها من خلال هذا اللقاء. بداية يعني سمحوا لي اتقدم بالشكر حق الاخوة القائمين على البرنامج وزارة الداخلية ومعهد البحرين للتنمية السياسية لإتاحة الفرصة لسعادة المحافظ للتعريف بدور المحافظة الشمالية في مختلف الأوقات والظروف. كذلك مثل الرسائل اللي تطمن الجمهور الكريم واستذكار ما تم اتخاذه وما يجري العمل عليه من أجل الحد بتفشي جائحة الكورونا. ومن خلال البرنامج استعرض سعادته فلسفة نظام وقانون المحافظات واستراتيجيات المحافظة الشمالية بهذا الخصوص، وشلون تم تحويل السياسات إلى مبادرات من أجل تعزيز الولاء وترسيخ قيم المواطنة والفعاليات والبرامج اللي نفذتها المحافظة وتعكس الحرص للوصول لمختلف شرائح المواطنين في مختلف مناطق المحافظة، سواء من خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية أو إقامة البرامج التي يعني تستهدف الشباب والناشئة ومختلف المشاريع البيئية والحضارية. تطرق سعادته في برنامج ترابط للحد عفوا في برنامج ترابط لمدينة عالي كمدينة صحية، وتطلعات لأن تكون المحافظة الشمالية بأكملها محافظة صحية، وأبرز الخطوات والنتائج التي وصلت لها المحافظة حتى الآن في هذا الملف. كذلك استعرض سعادة المحافظ تجربة المحافظة في الشراكة المجتمعية ودورها في دعم التطوع العمل التكافلي في مشروع بيوت الخير وقانون العقوبات البديلة والتعامل مع جائحة الكورونا، وأيضا تطرق إلى تجربة المحافظة الشمالية في تنظيم الأعمال الغير نظامية وسياسة التغيير إلى ما بعد الكورونا والدروس المستفادة والحلول المرتقبة أيضا. نعم سعادة المحافظ سعادة العميد عفوا، يعني لا شك أن المحافظات يعني لا تغفل أيضا عن الدور الأمني، هناك تعاون مستمر ودائم بينها وبين المديريات الأمنية، يعني هل لك أن تسلط الضوء على أشكال هذا التعاون وكيف يتم؟ الحمد لله يعني العلاقة التكاملية وتعاونية وثيقة بين المحافظة والمديرية الأمنية، هناك لجان وفرق عمل مشتركة لها أهداف ومهام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في رفوع هذا الوطن الغالي تحت راية سيدي حضرة صاحب الجلال المفدى حفظ الله ورعاه، وتوجيهات سيدي معالي الوزير الداخلية واضحة بشأن أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظات والمديريات الأمنية، وإحنا نكمل بعضنا البعض من خلال العمل المشترك في هذا المجال.
نعم، يعني أيضا سعادة العميد، خلال جائحة كورونا يمكن الكثير من المحافظات قامت بالعديد من المشاريع ومن طبعا المبادرات، ومنها مبادرة في النخير واللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد، وبدت الصورة مع المواطنين أكثر إيجابية وكان فيها تواصل بشكل أكبر. نبي نعرف يعني شلون ممكن إحنا اليوم نفعل هذه المبادرات بما يحقق الأهداف المجتمعية المشتركة. بداية اسمحوا لي من خلال برنامجكم أن أتقدم الشكر الجزيل إلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني على تقديم سمو العديد من المبادرات اللي تعزز القيم الوطنية والإنسانية والتلاحم والتراحم. ومبادرة في نخير عكست يعني حرص سموه على الوقوف مع المواطنين والمقيمين في البحرين ودعم جهود المملكة للتصدي للجائحة. الحقيقة لمسنا تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين في هذه المبادرة اللي ما زالت تقدم الدعم والمساندة للمحتاجين والمعسرين والمعوزين. هناك تعاون مشترك ما بين وزارة الداخلية وحملة فينا خير من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والمحافظات لتوزيع سلال غذائية ضمن حملة غذائك من بيتك، بالإضافة إلى فتح باب المساعدة للمعسرين والمتعطلين في حملة فعل خير واللي كان لها انعكاس إيجابي وصدى طيب بيّن ووضح صورة الشراكة المجتمعية. نعم سعادة العميد، أيضا ساهمت المحافظات الأربع بدورها في تطبيق قانون العقوبات البديلة واللي يعني لاقى صدى إيجابي وشكل جديد في تطبيق النظام اللي يساهم في استثمار دور الموقوف في من خلال دمجه في المجتمع وكذلك تفعيل دوره في دفع عجلة التنمية. هل لك أن توضح لنا سعادة العميد دور المحافظة الشمالية في ذلك؟ أولا لابد يعني أن نرفع إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المهدى حفظه الله ورعاه خالص الشكر والامتنان والعرفان على مساندة جلالته وأصدار القانون العقوبات والتدابير البديلة، إيمانا من جلالته بأهمية تحقيق الهدف من العقوبة وهو الإصلاح والتأهيل. إن مثل هذه القوانين تعكس الرغبة الصارغة من لدى جلالته في تحقيق الإصلاح والبناء في المجتمع، كما أن متابعة سيدي معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية ولقوا في توثيق أحكام هذا القانون انعكس بصورة واضحة في دحض منع الجريمة. وكان لسعادة المحافظ والأخوة العاملين في المحافظة الشمالية دور فعال في تطبيق جزء من أحكام القانون من خلال قيام المحكوم عليهم بالعمل في خدمة المجتمع في مختلف إدارات وأقسام المحافظة، وبالتعاون مع إدارة تنفيذ الأحكام وإدارة الوقاية من الجريمة ووزارة الداخلية تم تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم في ساحل ومشتل أبو صبح، كما يجري العمل على إطلاق نادي التطوع في المحافظة الشمالية للاستفادة من تطبيق برامج التأهيل والتدريب ضمن القانون لتأكيد أهمية دمج المحكوم عليهم في المجتمع، حيث أن التطوع يعتبر من أعظم السمات التي تعكس الحرص على البناء والتطوير في المجتمع. ولا بد لهذه الفئة يعني ترجع للطريق المستقيم، وهذه القصد والهدف يعني اللي احنا نتمنى تحقيقه. العميد خالد بن ربيع سنان الدوسري نائب محافظ المحافظة الشمالية، شكرا جزيلا لك.
يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. يقاس المجتمع بثقافة شعبه، ولا تأتي الثقافة إلا من خلال بيئة صحية محفزة، وفي وقت الأزمات تظهر البنية التحتية للدول ويقاس من خلالها نجاعة خطط تنميتها ومقدار عمل مؤسساتها. بالتأكيد رقية، يعني هاللي نشوفه في مملكة البحرين، احنا لمسنا ولمس العالم أيضا مدى قوة البنية التحتية في المجال الصحي، شلون قدرت البحرين في زمن قياسي أنها تحط الخطط لمواجهة هذا الفيروس، وما كانت هذه الخطط راح تنجح لولا تطور القطاع الصحي الحكومي في البحرين. مشاهدينا، نتابع معاكم هذا التقرير اللي يستعرض أبرز الجهود اللي اتخذتها البحرين في الجانب الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وراجعين الحديث حول هذا الموضوع. تتميز مملكة البحرين بحرصها على الاطلاع على كل ما هو جديد ومشاركتها للتجارب مع الدول الأخرى، واليوم عندنا مشاركة رؤساء الخدمات التمريضية بوزارة الصحة بأعمال المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الصحة العالمية لكبار مسؤولي التمريض والقبالة الحكوميين، والاجتماع الثلاثي الثامن الذي ينظم بالمشاركة مع المنظمة والاتحاد الدولي للقابلات والمجلس الدولي للممرضين والممرضات. وعشان نتكلم أكثر حول هذه المشاركة، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة بدرية الكويتي، رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الصحية الثانوية. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة بدرية. أهلا وسهلا، مساء النور والسرور. أستاذة بدرية، لو كنا بنتكلم يعني عن أكثر القضايا والمواضيع اللي اليوم تمت مناقشتها في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الصحة العالمية لكبار مسؤولي التمريض والقبالة الحكوميين. طبعا مثل ما كل شيء ان المنتدى عقد على مدى 3 ايام، طبعا كان في اكثر من 300 مشارك من قيادات ورؤساء التمريض والقباله في دول العالم. عندنا كان ممثلين من هيئات تنظيم وزاره المهن، استشاريين من منظمه الصحه العالميه، المكاتب الاقليميه، عندنا ممثلين مجلس الدول للتمريض والاتحاد الدولي للقابلات. المنتدى طبعا ركز على 3 مواضيع او اساسيه، منها تأثير جائحة كوفيد-19 على الكوادر المهنية العاملة في مجال التمريض والقبالة وعملهم بالصفوف الأمامية والتحديات اللي واجهتهم أو أكثر التحديات اللي واجهتهم. المحور الثاني طبعا تركز أو تطرق إلى دور القيادات التمريضية والقبالة في حوار السياسة وتعزيز القرارات المبنية على الأدلة، وتم تسليط الضوء على تقرير حالة التمريض في العالم بعام 2020 والبيانات المستخلصة في مجال القبالة. والمحور الثالث طبعا تركز على التصورات أو التوجهات المستقبلية لاستراتيجية التمريض والقبالة ل10 سنوات القادمة. هاي المحاور الأساسية اللي كانت تطرق لها المنتدى، مشاركة ومداخلات من أغلب الدول. نعم أستاذة بدرية، طبعا أمسي عليك بالخير، ولكن يعني خلال هذا المؤتمر هل تم استعراض تجربة البحرين في مجال التمريض والقبالة وجهودهم أيضا في مواجهة فيروس كورونا؟ طبعا تم عمل مداخلة، وخلال مداخلة تم التطرق من خلالها إلى أهم المبادرات والإجراءات اللي اتخذت مملكة البحرين طبعا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الله يحفظه ويطول بأمره، والله نقول نعم القائد، يعني حقيقة أبهرنا قيادته وحكمته ومتابعته لأدق التفاصيل.
وطبعا ذكرنا على سبيل المثال بعض المبادرات مثل تشكيل الفريق الوطني للتصدي لجائحة الكورونا، وضع استراتيجية وطنية، تأمين جميع المناقذ البرية والبحرية والجوية طبعا من خلال وضع الخطط التعامل مع الحالات القادمة من المناطق الموبوءة، تعزيز التدابير الوقائية، استعدادات مبكرة اللي تتماشى مع المعايير الدولية وتغطية منظمة الصحة العالمية، وتطبيق برنامج مجتمع واعي من البرامج الرائدة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص والعزل والحجر. طبعا في كل هذا كان للتمريض دور كبير وهام من خلال عملهم في الصفوف الأمامية، مشاركتهم في وضع وتنفيذ المبادرات والخطط اللي هي الهادفة لمكافحة الكورونا والحد من انتشاره. نعم، يمكن أستاذة بدرية قبل شوي تفضلتي وقلتي لنا أن من الأمور اللي تمت مناقشتها هي تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الكوادر المهنية العاملة في مجالي التمريض والقبالة. نبي نعرف يعني شلون شفتوا اليوم التأثير على المستوى العالمي؟ طبعا هو أكثر نقول التحديات أو التأثيرات أو الأمور اللي نقول مشتركة أغلبهم مثلا تطرقوا لها، اللي هي كانت تحديات اللي صادفتهم اللي هي المستلزمات الحماية الشخصية اللي هي البي بي إيز، هاي أكثر الأشياء اللي طرقوا لها في بعض الدول وهل هي متوفرة أو فيها طبعا نقص، قلة إمكانيات إجراء التحاليل حال بعض الكوادر، نقص الكوادر التمريضية والقبالة وخاصة في المجال التخصصي. في بعض الدول مثلا واجهت مشاكل في التدريب، لأن تعرفين الأمور كانت تمشي أو تحدث بشكل سريع، كان في قلة فرص للتدريب. طبعا بالنسبة لنا احنا في البحرين يمكن في أشياء مشابهة، ولكن الحمد لله احنا هاي الأشياء اللي ذكرت بفضل الله وفضل قيادتنا وفضل الخطط الاستباقية اللي وضعت، هذه كانت بالنسبة لنا تأثيرات يعني قليلة جدا ما تذكر. فالحمد لله يعني البحرين ما صارفت مثل هاي الأمور. في عندنا بعض الأشياء مثلا بالنسبة حق فرص التدريب، قد ما قدرنا احنا حاولنا نعطي تدريب حق المرضات، حددنا الأشياء الأساسية والمهمة، كنا نحاول نعد المواد اللي ندربها خاصة في مجال مكافحة العدوى. نعم أستاذة بدري، أيضا عرض المؤتمر تقرير منظمة الصحة العالمية، ماذا احتوى هذا التقرير عن حالة التمريض بشكل عام في العالم؟ طبعا التقرير تركز على عدة محاور، تطرق حق بنود كانت تتعلق بالتدريب، في بنود كانت تتعلق في شسم إعداد القيادات التمريضية، في بنود تتعلق بتنظيم مزاولة مهن التمريض والقبالة، وفي لها كل فرع من هذا لها سب ديفيجن مثلا أو محاور بعد فرعية، فتركزت على أربع أشياء رئيسية بنود لها تعزيز القيادات، التدريب، القوى العاملة اللي موجودة في الدول، أعدادها، مستوياتها. كان يعني تقرير مفصل يحتوي على إطار عام ممكن الدول تستشهد فيه لما هي تحط الخطط اللي عندها. طبعا في هذه الفترة تم مناقشة أو تطرق حق هذه الأمور لهذا التقرير، عشان بعدين يشوفون العشر سنوات القادمة ما هي المواضيع أو المحاور اللي الدول تشوف تحتوي عليها الاستراتيجية القادمة، وشنو مثل ما نقول الاريا اللي ممكن يركزون عليها. فان شاء الله ما بيحطون الاستراتيجيه حق العشر سنوات القادمه، بيوزعونها على الدول بيشوفون ارائهم فيها. طبعا ان شاء الله في المستقبل بتصير لها مراجعه، بعدين بتطلع وبتوزع على الدول لتستشهد فيها كاطار عام. جميل، يعني قبل ما نختم معك أستاذة بدرية، لو طلبنا منك كلمة توجهينها للقائمين على الحملة الوطنية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا. طبعا كلمات الشكر قليلة في حقهم، ولكن أنا بالفعل احنا نتقدم لهم بكل الشكر والتقدير والامتنان
على جهودهم مميزة، طب حياتهم، سهرهم، عملهم المتواصل في سبيل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، كذلك على مساندتهم ودعمهم لجميع الكوادر العاملة في المجال الصحي. نعم، شكرا لك الأستاذة بدرية الكويتي، رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الصحية الثانوية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا COVID-19. الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليميريز تشين رياكشن اللي PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات، بس إحنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات. تلعب صحافتنا المحلية دور كبير في ارتقاء المجتمع وله دور بارز أيضا في زيادة التوعية والتثقيف من خلال نقل المعلومات والحقائق انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشره عبر صفحات المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج بقلم الكاتب عبدالله الأيوبي بعنوان الإرادة والالتزام يهزمان كورونا. خلونا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال وراجعين لكم. يقرأ من وراء الأرقام والمعلومات التي يكشفها المشاركون في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن خط هذا الأرقام يأخذ منحا تصاعديا بدلا من أن يتجه نحو الاتجاه الصفري، وبالتالي فإن استمرار غياب المسؤولية من جانب قلة من المواطنين سيجعل هذه الأرقام في تصاعد مستمر، وبالتالي سيجعل من عملية التصدي للفيروس مهمة في غاية الصعوبة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على حياة المجتمع بأكمله من مواطنين وغيرهم. التحذيرات والتنبيهات بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية المعنية بمواجهة هذه الأوضاع الصحية غير التقليدية لا تتوقف، ومع ذلك فإن البعض لا يكترث بذلك وبخطورة عدم الالتزام بهذه التعليمات والتحذيرات، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على الجهود المبذولة للعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية التي بدأت دورتها تتحرك في بعض البلدان التي لعب الوعي المجتمعي فيها دورا مهما وفاعلا وداعما حقيقيا للإجراءات التي تتخذها الجهات الصحية والأمنية والاجتماعية المعنية بالتعاطي مع انتشار الفيروس. في مواجهة هذا العدو إن دورنا كأفراد هو دور محوري ولا يقل أهمية وضرورة عن الأدوار التي تقوم بها الجهات الصحية والأمنية، وقد أثبت الواقع ذلك، فعلى الرغم من الخدمات المتقدمة والمتطورة التي تؤديها هذه الجهات فإن أرقام الإصابات لدينا بهذا الفيروس لم تأخذ منحا انحداريا حتى الآن، لأن الثغرة التي تحدثنا عنها سلفا لم تسد بعد، والمسؤول عن هذه المهمة ليست الجهات الصحية والأمنية وإنما الفرد نفسه، وبالتالي علينا جميعا كأفراد أن نكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عواتقنا، فهذه مسؤولية وطنية وتحملها والتقيد بضوابطها يعد واجبا وطنيا. مشاهدينا، ننتقل معكم الحين إلى بسام اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية، بالتأكيد راح نستعرض معكم آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين 22 يونيو 2020.
عدد الفحوصات طبعاً بلغ 477,788 فحص أجرتها مملكة البحرين طبعاً خلال فترة فيروس كورونا، كذلك وهي النسبة اللي تتفوق بها مملكة البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 5,280 حالة حتى هذه اللحظة، والحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ عددها 5,249 حالة، فيما يبقى 31 شخص تحت العناية اللي تمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 169 حالة، أما المتعافون فيبلغون حتى اليوم 16,419 متعافي حتى هذه اللحظة، والوفيات 65 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 434 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 273 حالة لعمالة وافدة و158 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالتي وفاة وتعافي 629 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين، وعودة لك رقيب. شكراً بسام، يعطيك العافية، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائماً يا رب نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. الالتزام والتكاتف هو اللي راح يمكننا كلنا من اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، ولذلك لابد من تكثيف التعاون لإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحدي فيروس كورونا. بالتأكيد اليوم كلنا فريق البحرين وكل واحد يقوم بدوره، هناك منهم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، وهناك من بالتزامه بالإجراءات الوقائية والصحية يضرب أروع الأمثلة في الروح الوطنية. شو اللي مطلوب منا؟ اللي مطلوب منا أن احنا في هذه المرحلة نلتزم بأن احنا نكون في البيت وما نطلع إلا للضرورة فقط، بالإضافة لاتباع النصائح والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية بضرورة لبس الكمام وتعقيم اليدين بشكل مستمر، بالإضافة أن احنا لازم نبتعد عن التجمعات بكل أشكالها. تأكدوا طبعاً مشاهدين أن فريق البحرين راح يواصل بإذن الله جهوده في التصدي لفيروس كورونا، وبنوصل بإذن الله للهدف المنشود بفضل عزيمة أبناء الوطن المخلصين اللي هما طبعاً اللي همهم الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل مواطن ومقيم في هذا الوطن الغالي. صدق بسام، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها وكل من على هذه الأرض الطيبة يا رب. صلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم، نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من مجتمع واعي، لكن مع الزملاء فواز وللوقت مع السلامة. في أمان الله.